حسيتوا ان الموضوع جغرافيا صعب قوي كده يعني؟ مش هندسه انت باين؟ طب اصل يعني على فكره اللي فاكر ان هو عشان علمي بقى وما ماليش في الجغرافيا، لا خاصه يعني يجمعوا لي بتوع فين كليات الهندسه. طب كلكم بتاخدوا رسم هندسي ووصفيه، يعني الحاجات دي كلها يعني رسم هندسي، وبعدين ينفع لازم تتخيل معايا المكان. يعني لما اقول ان احنا هنشوف السيد المسيح وهنمشي معاه لازم اتخيل المكان ايه وطبيعته ايه. انا مش باخد يا جماعه الجغرافيا بالتفصيل، انا ما بدرسش التضاريس، يعني مش بدرس التضاريس بتاع الارض وطبيعتها، مش جغرافيا كامله ماشي. فيعني ما انا زيكم، انا خريجه هندسه، فانا ماليش علاقه خالص بالجغرافيا، بس حبيت جغرافيا الكتاب المقدس. انا بقول يعني على اساس اللي بيتحجج بيقول ان انا ماليش في الجغرافيا. انتوا مشكلتنا يا جماعه ان انتوا كهنا في مصريين اخذنا مصر، يعني لما اقول لكم النيل انت متخيل النيل، اما تقول الدلتا انت متخيل الدلتا، فعارف المكان. لكن السيد المسيح لما جه فتره حياته على الارض جه في ارض فلسطين اللي هي حاليا فلسطين او اسرائيل، يعني ايا كان الارض دي هي خدت بركه السيد المسيح فيها. طب انا لما اقول لكم هنطلع رحله ونروح للسماء مع السيد المسيح لازم تتخيل المكان ايه. لما نيجي ساعات بحر الجليل، بحيره طبريه، بحيره جيناسارت، انتوا بتستغربوها بتفتكروها اكتر من مكان، هو مكان واحد. يبقى خلينا متفقين ان المكان الواحد له اكتر من اسم، زي ما الانسان الواحد كان زمان له اكتر من اسم. عارفين متى ولاوي بطرس وسمعان، هو ده اسمه صح؟ مش ممكن يكون له الاسم الواحد الشخص الواحد له اكتر من اسم صح ولا لا؟ زي الاب الكاهن اسمه العلماني وبعدين اسمه لما بقى كاهن، نفس الحكايه. فهو نفس الحكايه المكان هناك كده، الاماكن هناك لها اكتر من اسم. لما انتوا اخذتوا المره فاتت وحد طلع لي وقال لي دي ارض كنعان، دي ارض كنعان في العهد القديم. المكان بيتغير مع المده، يعني في العهد القديم غير في العهد الجديد، مصر في ايام الفراعنه غير ايام الاحتلال الانجليزي غير ايام الفاطميين او ايام ايا كان. كل فتره لها اماكن والاماكن بتتغير اسمائها. احنا دلوقتي مركزين على ارض فلسطين في زمن حياه السيد المسيح. طب كان اسمها ايه؟ عشان في حد سالني اسمها ايه ايام السيد المسيح؟ كان اسمها ارض اسرائيل. يبقى ارض كان عندي اتلغت من امتى؟ من اول ما يشوع دخل. لما نرجع في العهد القديم لما يشوع دخل وفتح ارض كنعان كان اسمها كنعان نسبه الى كنعان ابن حام ابن مين؟ ابن نوح. طيب هو ده اللي كانوا عايشين فيها الكنعانيين. لما يشوع دخل واخدها خلاص بقت سموها ارض اسرائيل، يعني يبقى زمن السيد المسيح كان اسمها ارض اسرائيل. تمام. طب بسرعه كده عشان اللي ما حضرش معايا وعشان برضو اللي حضر، يعني هرسمها بسرعه بس اظن بقى بسرعه، يعني انتوا عارفينها صح؟ في حد رسمها ولا لا؟ طب وتوروني كده الخرايط، ترفعوها كده. رسمتوها؟ جميله، انت رسمتها؟ خلي بالكوا انا ليه بقول ارسمها بايدك؟ اللي مش هيرسمها بايده هينسى. اللي هيستسهل وهيجيبها من جوجل او من بان هي في ظهر الكتاب المقدس. اللي عنده كتاب مقدس انت طول ما انت ما رسمتهاش بايدك هتنسى. برافو. اهم حاجه ترسمها بايدك عشان انت كمان لما تبقى خادم وتقف في مدارس الاحد او تعلم اولادك هتعلمهم ازاي يرسموها، مش هينسوها ابدا. اللي بيرسم بايده عمره ما هينسى المكان ابدا. وزي ما انا قلت لكم هي بتبقى خطوات بسيطه بنسهلها للولاد وهما بيرسموها. يعني اول حاجه بنقول بنرسم حرف اللام. حرف اللام ده بيجي هنا بنعمل زي نص قلب او ركبه قدامها، من الناحيه الثانيه بنرسم كمتراية مقلوبة صح؟ مش أنا قلت الكلام ده؟ طيب هنا آخر الساحل هنا بنرسم هنا حاجة شبه البوت، شبه كده يعني حاجة كده. وبعد كده أبتدي أنزل بخطوط معرجة هنا وهنا، بس خلاص هي دي أرض فلسطين، هي مقطع بالطول فلسطين. هنا قلنا اسمه اللي هو أياميها كان اسمه البحر، البحر الكبير. برافو، انتوا اللي هتقولوا معايا. اول بحر، برافو، انتوا اللي هتملوني بقى. ده ايه؟ او برافو، البحر الشرقي او البحر الملح. انتوا الولاد معانا سامعين الكلام ده جديد ولا ايه؟ طيب ده ايه؟ دي ايه؟ بحر الجليل او
بحيرة طبرية أو بحيرة جي نصرت. برافو. وده نهر، نهر الأردن. برافو. طيب السيد المسيح في خدمته على الأرض خدم في كم إقليم؟ خمسة. مين اللي قال خمسة؟ خمسة. طيب نهر الأردن كان الفاصل بينهم، إيه غرب الأردن وإيه شرق الأردن؟ طب نبتدي بغرب الأردن الأول، كم إقليم؟ ثلاثة. نقسمهم إزاي؟ هنسيب جزء هنا كده، هناخد من النص، هنسيب جزء هنا أهو في نهر الأردن، وهنا جزء هنا كده وهنا كده، تقريبا بالتقريب قلنا ثلاث أقاليم، إقليم وإقليم وإقليم. برافو، برافو عليكم. طب الإقليمين اللي هنا وبرية، برية بناخده من النص هنا وننزل كده نص البحر الميت، وإقليم المدن عشر تقريبا كده لفوقيه. أوكي طيب، يبقى دوت، يبقى هنا واحد اتنين تلاتة، خلاص انتوا معايا، ادي اربعة خمس. طب في مدينتين أمميين السيد المسيح زارهم، سور وصيدا. فين فوق؟ سور وصيدا، دولت مهمين عشان المسيح، دولت مدن أممية في إقليم أممي. طب ومدينة تانية؟ قيصرية فيلبس. فين؟ هنا قيصرية فيلبس. برافو عليكم، عرفتوا أهم المدن في إقليم الجليل؟ إيه هي؟ الناصرة، نايين، وقنا الجليل، وهنا كفر نحوم. برافو. طبرية، في النص بينهم مجدل، وهنا الناحية التانية بيت صيدا. برافو. السامرة أهم مدينة عرفها فيها؟ سخار، اللي اتقابل فيها مع؟ برافو، دي سخار. طب هنا اليهودية أهم مدينة؟ أورشليم. فين؟ قلت لكم تسيبوا تلت كده عند التقاء نهر الأردن بالبحر الميت، هنا كده أورشليم. أورشليم تحتها على طول بيت لحم. برافو. وجنبها برضو عند جبل الزيتون بيت عينيا. على نهر الأردن هنا أريحة، أريحة. طب وقدام أريحة بالظبط بقى ندخل على برية، بيت عبرة. برافو، اللي اتعمد فيها السيد المسيح. يبقى دي أهم المدن، بيت عبرة أهم مدن في إقليم برية. خلاص هنا بحيرة، منطقة الإقليم المدن العشر، أهم حاجة فيها هنا الجزء اللي أنا قلت لكم عليه هنا عند الساحل ده، اللي هو جدرة أو جرجسة، أو اللي هي منطقة الجرجسيين أو منطقة جدارة. بالظبط كده، هو دي، هي دي الخريطة اللي أنا عايزاكم تعرفوها، أنا مش عايزة أحفظ أكتر من كده. عرفت أهم حاجة إن اليهود بتوع أورشليم اليهودية مالهم؟ بيحتقرون يهود إيه؟ الجليل، لكن يقاطعون، يعني ينفع يمشوا من السامرة؟ لا. يبقى كيهودي ملتزم لما يحب يطلع يحج في الأعياد يعمل إيه؟ يمشي إزاي؟ بالظبط كده، يمشي كده، يعني بالظبط. برافو، يمشي إزاي؟ أدي أهو من الناصرة، هيمشي كده يعبر نهر الأردن ويمشي بمحاذاته على الساحل ويجي هنا ويعبر أريحة ويوصل لأورشليم أو أي مكان هيزوره. يبقى ده الطريق المعتاد اللي كانوا بيسلكوا اليهوديين الملتزمين اللي بيتنقلوا من هنا أو لهنا أو من هنا لهنا. تمام؟ طالما الكتاب المقدس لم يذكر إن السيد المسيح دخل السامرة، يبقى هو كان ملتزم بالطريقة دي، يبقى أنا في دماغي. طب الطريقة دي قلنا بتاخد من إيه؟ من 6 لـ 8 أيام أو 7 أيام حسب القافلة ماشية قد إيه. ليه؟ قلت لكم المسافة دي صغيرة، لكن المشكلة إن هما نرجع للخلفية التاريخية بتاع الزمن ده، نجد إن هما لازم يمشوا في قوافل، وقوافل بتمشي بتتحرك في وقت راحة، وقت الشمس الذروة، بيبيتوا بالليل في خيم عشان اللصوص ما يطلعوش عليهم، فبيبقى الوقت، يعني أنا قلت لكم المسافة هنا 250 كيلو زي من هنا للقاهرة. أنا دايما بديكوا تخيل لحاجة هنا في مصر عشان تتخيل معايا المسيح مشى قد إيه. ف 250 كيلو، لكن 250 كيلو كانوا ماشيين على رجليهم، وزي ما قلت لكم بيبيتوا بالليل في الخيم ويقوموا الصبح يمشوا مسافة، الشمس تبقى جامدة يريحوا يمشوا، وهكذا. القافلة بتبقى عبارة عن إيه؟ 3 أجزاء، أطفال، سيدات، رجال. تمام؟ فدي الخلفية التاريخية. إحنا كده معرفنا هما ماشيين إزاي. نيجي بقى نشوف حياة السيد المسيح على الأرض.
الكتاب المقدس ككل بيتكلم عن مين؟ عن السيد المسيح. عهد القديم بيتكلم عن نبوات عن مجيء السيد المسيح، والعهد الجديد هو تحقيق لهذه النبوات، صح؟ طيب احنا نجد حياة السيد المسيح فين؟ في الاربع اناجيل. برافو عليكم. خلينا متفقين، لازم اقول آية مهمة جدا، ودي اخر آية في انجيل معلمنا يوحنا قالها، عشان نبقى متفقين ان في حاجات كتير احنا لسه معرفناهاش ومش هنعرفها. احنا تعرفنا بالحاجات اللي وصلت لنا بس. ايه هي الآية بتقول؟ اشياء اخر كثيرة صنعها يسوع، ان كتبت واحدة واحدة فلست اظن ان العالم يسع الكتب الايه الموجودة. يعني حاجات كتيرة قوي السيد المسيح عملها احنا ما نعرفهاش. متفق، الكتب مش هتكفي العالم لو اتكتب، يبقى في حاجات كتيرة قوي. جميل. بس احنا اللي وصل لنا في الكتاب المقدس اللي ابائنا القديسين وصلها لنا، هي دي اللي احنا بندرسها او بنشرحها عشان نتعلم ونمشي مع السيد المسيح. حياة السيد المسيح اولاكم تتقسم لثلاث ركائز او ثلاث محاور. اول محور هو ميلاد المسيح وطفولته. يبقى بنقسم حياة السيد المسيح، الاباء كده الدارسين في الكتاب المقدس قسموا حياة السيد المسيح لثلاث اجزاء. اول حاجة ميلاد السيد المسيح وطفولته. تاني حاجة خدمته وكراسته على الارض، المدة اللي بدأها خدمة السيد المسيح. تالت حاجة ألامه وموته وقيامته. يبقى الجزء بتاع ألامه وموته وقيامته لو تلاحظوا البشائر الأربعة بيبقوا مفرغين، يعني يمكن أكتر جزء لها وأكتر جزء فصلوها بالتفصيل، والأربعة اتكلموا عنه كل واحد اتكلم بجزء. خلينا متفقين إن الأربع أناجيل بتكمل بعض، مفيش حاجة بتناقض حاجة، يعني مفيش حد قال حاجة وحاجة اتعملت عكسها، لا، لكن بيكملوا بعض. يعني هنا القصة اتحكت من زاوية، وهنا من زاوية، وهنا من زاوية، تمام؟ لكن مش مرتبة زمنيا. يعني إنجيل معلمنا متى متعود اللي هو اللي يقول الإيجاز وبعدين التفصيل، يعني يحكي مجمل القصة وبعدين يفصل. ده معلمنا متى إنجيله منفرد بكده. معلمنا مرقس يمكن أكتر واحد مرتب، بس مش بادئ من ميلاد المسيح، هو بنسميه كده الإنجيل المختصر المفيد، بدأ على طول من خدمته من أول المعمودية. طب امال مين نتكلم على ميلاد السيد المسيح؟ الثلاث اناجيل التانيين. طب هو سؤال بقى، السيد المسيح له كم ميلاد؟ 1 2 3 4 5 له كم ميلاد؟ 2 2 1 ايه؟ برافو. يبقى متفقين ان هو برافو. 3 اللي قالوا 2، برافو عليكم. السيد المسيح له ميلادين. هتقول لي يعني ايه تصوني؟ هو لا، ميلادين ازاي؟ ميلاد في ملء الزمان اللي هو ميلاده بالجسد لما تجسد، والميلاد الأزلي اللي هو بنقوله في قانون الإيمان مولود من الآب قبل كل الظهور. بالضبط كده. يبقى السيد المسيح له ميلادين مش ميلاد واحد، الميلاد الأزلي. طيب هل الأناجيل اللي اتكلموا عنه؟ آه. مين اتكلم عن الميلاد الأزلي ومين اتكلم عن الميلاد اللي بالجسد؟ برافو. يوحنا اتكلم عن الميلاد الأزلي، ما في البدء الكلمة. ليه بقى؟ اصل انجيل معلمنا يوحنا مكتوب سنه 100 ميلاديا تقريبا، يعني تقريبا، فكان بعد ما الاناجيل كلها اتكتبت، فطلعت بدعه في الوقت ده بيقولوا لك ان المسيح ما كانش موجود قبل كده، ده لسه مولود ما فيش 30 سنه او 90 سنه يعني ساعه ما اتكتب. فطبعا هو قال لهم لا، ده المسيح مولود من الاب قبل كل ده، موجود من زمان قوي، في البدء كان والكلمه كان عند الله، ده مش هو، ده الميلاد اللي بالجسد. فنلاقي احنا نيجي ما نيجي ندرس ميلاد المسيح اتكلم عنه انجيل معلمنا متى ولوقا. يبقى متى ولوقا قصتهم بيتكلموا عن ميلاد السيد المسيح كتير وهنفردوا بيها. امال انجيل معلمنا مرقس قلت لكم ده المختصر المفيد، ابتدى من معموديه المسيح ما اتكلمش عن ميلاده. طب انجيل معلمنا يوحنا اتكلم عن الميلاد الازلي للسيد المسيح. يبقى كل الاناجيل بتكمل بعض. هناخد بقى لما نيجي مثلا نشوف ميلاد السيد المسيح، يعني ايه بيكملوا بعض؟ يعني انجيل معلمنا لوقا لم يذكر حادثه ان المجوس جم للمسيح، ولا جاب سيره ان هو راح مصر خالص. هو قال بعد ما اتمم عمل الشريعه بيقول لك ورجع الى الناصره. اختزل 3 سنين، هل يعني دي ما تمتش؟ لا، تمت. انجيل معلمنا مات عشان بيكلم اليهود وهم مستنينه كملك، كان مأكد قوي على موضوع المجوس، وقال لهم على المجوس، وقال لهم كمان ان هو هرب الى ارض مصر. يبقى القصه بتكمل بعض. القصة بتكمل بعض. ناخدها من هنا ونكمل من هنا. تمام؟ هو دوت اللي انا عايزين نعمله. احنا هنفضل رايحين جايين في الاربع اناجيل كده.
ناخد من هنا جزء. الاباء لما قعدوا مشوا، الاباء المفسرين، انا بقول لكم كده ده مجهود الاباء المفسرين الكتاب المقدس، قالوا تقريبا هو ده اقرب حاجه او ده اقرب تخيله لترتيب احداث السيد المسيح. احنا دلوقتي هنمشي مع بعض بندرس الاحداث بتاعه السيد المسيح، يعني ايه اللي عمله، كان بيخلص ايه ويعمل ايه ويروح فين وهكذا. تمام. اول حاجه ميلاد السيد المسيح وطفولته، تيجي نبتدي بيها على طول. نبتدي باول حاجه كنيستنا القبطيه الجميله عملت لنا، زي ما انتم بداتوا كده رحله الصيام وبتتكلموا عنها، مش كلها احد، احد الكنوز وحد التجربه وحد ابن الضال وهكذا، كلها احد استعداد، يعني استعدادا للايه، لحدث الكبير اللي هو الصلب والقيامه. برضو كنيستنا القبطيه قالت ميلاد المسيح نستقبله برضو باحد، احد شهر ايه، بكياك. برافو، عارفين احد شهر كياك دي كلها من انجيل ايه ومن اصحاح، اللي هو الاصحاح الاول، اصحاح واحد بس اللي هو الاصحاح الاول، اخذناه ودرسناه اربع احد بتوع كياك، مش الشهر اربع اسابيع تقريبا بناخد اربع احد كياك. فقلنا نستعد لاستقبال المسيح بالاربع احد دولت، وهما دولت فعلا الاحد اللي بدات بميلاد المسيح. اول حد هو الحدين الاربعه كده تحفظوهم كده بشرطين وزياره وميلاد، بشرطين وزياره وميلاد. اول بشاره الملاك لزكريا، تاني بشاره الملاك للعذراء مريم، ثالث زياره زياره العذراء لاليصابات، رابع حاجه الميلاد ميلاد يوحنا. برافو عليكم، يبقى احنا كده استعدينا لاستقبال مين؟ ميلاد السيد المسيح. هي كده الكنيسه. فنبتدي برقم واحد، اول حاجه اعلان ولاده يوحنا المعمدان لزكريا الكاهن اللي هي البشاره، ودي تمت فين؟ الهيكل ده فين؟ فين؟ اورشليم. هنا صح، يبقى البشاره تمت هنا في الهيكل وزكريا الكاهن هنا. قلت لكم المره اللي فاتت بيت زكريا فين؟ هنا في جبال يهوذا، جبال يهوذا هنا في الصحراء، هنا في اقليم اليهوديه، يعني بعد ما خلص النوبه بتاعته رجع وراح بيته وقعد هناك وفضل بقى منتظر الوعد اللي هو بميلاد يوحنا. طيب يبقى كده اول حاجه ميلاد يوحنا، قلنا في انجيل لوقا الاصحاح الاول. بعد كده بشاره الملاك للعذراء مريم تم فين؟ في الناصره، فوق في بيت مين بقى؟ بيت يوسف النجار فوق. هنا البشاره لما تمت للعذراء وهو بيبشرها قال لها مين؟ قال لها اليصابات نسبتك حامل. عملت العذراء فذهبت سريعا الى جبال اليهوذا. قلنا ليه؟ عشان كده بقول لكم مهم قوي اعرف الجغرافيا. كلمه ذهبت سريعا نقراها عادي خالص، ذهبت سريعا، كانها قلت لكم قبل كده ساكنه في البيت اللي وراها، وهي مسافه لا تقل قلنا من 6 ل 8 ايام حسب سرعه القبيله وسرعه الوصول، يبقى مسافه طويله بتدل عن خدمه ومحبه العذراء للخدمه. قد ايه الخدمه كانت شاقه وجباره وقتها، بس احنا هي كلمه صغيره مش مبينه لي مجهود جبار اتعمل. المجهود ده هو انتقال العذراء مريم من هنا وراحت وهي لسه فتاه وهي في الشهر الاول من الحمل، بتعب الحمل وراحت وطلعت. وقلت لكم ان بيت يوحنا هنا اللي هي كنيسه الزياره في القدس حاليا، كنيسه الزياره دي على جبل عالي، على جبل عالي جدا، انا حتى ما قدرتش اطلعها لما رحت، انا ألف سلمة، قالوا لنا ألف سلمة وكده كانت معمولة سلالم، ما قدرتش أطلع. العذراء طلعتها وهي جبل وكانت يعني لسه مش ممهدة، ومع ذلك فطبعا مسافة جامدة جدا وخدمة جبارة من العذراء مريم. بس طبعا ربنا بيقول لكم قد كده قد كده، أنت يعني الخدمة إحنا بنتكلم بنقرا في الإنجيل، بس اللي تحتها في مجهود كبير جدا بيتعمل، زي ما هنشوف برضه السيد المسيح في انتقاله. يبقى كده وصلنا رقم ثلاثة اللي هي زيارة العذراء مريم لأليصابات. بعد كده يجي ميلاد يوحنا المعمدان رقم أربعة، احنا ماشيين كده بالدور. هو المفروض بصوا أنا معايا ورق، أنتوا هينزلوكوا الورق ده المفروض بعد كده على البي دي إف، بس أنتوا كمان اكتبوا ورايا دلوقتي. دوت اللي هو بيرتب حركات السيد المسيح أو تتابع يعني مشي منين وإيه اللي حصل بعد كده. رقم أربعة قلنا ميلاد يوحنا المعمدان، وميلاد يوحنا المعمدان دم في مدينة اليهودية برضه في جبال يهوذا مكانه تحت. العذراء مريم لما جه ميلاد رجعت وهي في حامل في الشهر الثالث، رجعت نفس المسافة ورجعت تاني للناصرة وقعدت هناك لغاية ما جه معاد
ميلاد السيد المسيح وبرضه انتقلت، بس في المره دي ممكن تكون كانت راكبه اللي هي الصوره اللي بنشوفها مثلا على دبه، لانها امراه كانت حامل في اخر ايامها في الشهر التاسع. انتقلت بقى برضه رحله العائله ونزلت عشان توصل لبيت لحم، ويمكن ده سبب تاخيرهم، سبب تاخيرهم ان هم وصلوا بيت لحم متاخر. من ضمن الخلفيات الحضاريه للكتاب المقدس نعرف من عادات اليهود هم ما بيبيتوش بره عند حد، يعني ما ينفعش ينزلوا في فندق ولا يبيتوا عند حد اممي. كان في كل مدينه حاجه اسمها بيت العائله، بيت العيله ده اللي هو بيستضيف اي حد يهودي غريب. احنا قلنا عند اليهود عادات ان النجاسه يحصل، يعني ما ينفعش اختلط مع يهودي وما ينفعش ابيت عند واحد يهودي، واحد اممي اسف، فكان لازم ينزل عند واحد يهودي. فبي في حاجه اسمها بيت العيله. فطبعا مع ان العذراء كانت حامله في اخر ايامها، على ما وصلوا هنا بيت العيله كان بيت العيله اتزحم، كان في حاله الاكتتاب صح، فبيت العيله هنا اتزحم. فما وصلوا هنا ايه اللي حصل؟ ما فيهوش ملقوش الا المزود او المكان الحظيره يعني اللي الحيوانات، عشان كده اضطروا يقعدوا فيها لغايه طبعا لما الدنيا فضيت، وبعد كده انتقلوا الى مكان ايه قعدوا فيه. الاول عايز اقول لكم على حاجه، ميلاد السيد المسيح محدش سالني هو ميلاد السيد اتولد امتى؟ 4 قبل الميلاد صح؟ هو في الحدود دي محدش عارف بالظبط. طب ليه؟ مش ليه مش واحد ميلاديا؟ مش المفروض؟ برافو، عشان كان في غلطة. طب واتولد كام؟ 25 ديسمبر ولا 7 يناير؟ 25 ديسمبر بس مع الأيام. برافو، يعني انتوا عارفين المعلومات دي ولا أقول؟ حد عارفين ولا أقول؟ عارفينها. ها؟ مش عارفينها. طيب خلاص بقى، أنا عايزة أسأل عشان ما بقاش بكرر كلام جديد. أه اتفضل. اه بقى علشان ليه ما عملناش 8 يناير السنه دي؟ بقى المفروض السنه دي 8 يناير عشان خاطر اخذنا اجازه رسمي 7 يناير، فقالوا خلاص يعني اتاخدت اجازه رسميه فعيدنا السنه دي 7 و8 يناير. ايوه بعد كده هتبقى 8 ولا 7؟ لا هترجع تاني 7، ده هي بس عشان السنه دي سنه كبيسه 2024. حسابات المفروض ان هو مع السنه الكبيسه اليوم بيتغير. ايوه ما احنا السنه دي عيدنا 7 و8 يناير الاثنين، لو هترجع السنه الجايه 7 عادي، لان السنه الجايه مش هتبقى مش هتفضل ثابته 8 يناير. لا هو المفروض ان هو بيرحم كل، عشان كده اتغير من 25. لا 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 دي لا مش لا مش عشان 7، لا انت فاهمها غلط. طب هقولها انت فاهمها غلط. الترحيله دي ترحيله اتعملت وخلاص تمت من خلال شهر فبراير، يعني انت لوحدها بتتحذف كل فتره وبيزيد يوم وهكذا. الترحيله دي تمت خلاص، دي حاجه في التقويم الجريجوري، مش 7 يناير او 8 يناير، مش في التقويم القبطي بتاعنا. هفهمكم واحده واحده عشان اللي مش عارف. السيد المسيح المفروض ان هو واحد ميلاديا، مش احنا عاملين هي السنه الميلاديه دي سنه كانت موجوده قبل كده؟ لا كان موجود يا جماعه، يعني التقويم او السنين بيتحسب مع الدوله، يعني مثلا ايه احتلال الدوله الرومانيه، فيقولوا لك مثلا سنه 30 من تاسيس روما، سنه 70 من تاسيس روما، سنه 700 من تاسيس روما وهكذا. التقويم الفرعوني برضه كان له تقويم وهكذا. كل دوله السيد المسيح بما انه اتولد، دي حكاوي بقى اهي، صحصحوا معايا يعني انتوا بتحبوا الحكاوي دي، حكايه ان السيد المسيح لما اتولد كان ايام الدوله الرومانيه، فالدوله الرومانيه سنه، احنا مش عارفين السنه بالظبط اللي اتولد فيها السيد المسيح حتى الان، ولا نعرف السنه بالظبط ولا نعرف اليوم ولا نعرف السنه ولا امال ايه اللي حصل بالظبط. اللي حصل ان جه سنه تقريبا 500 ميلادي، تقريبا 500 ميلاديا او 550، احد رؤساء اديوره اليونان اسمه ديونوسيوس اكسيجيوس قال يا جماعه بدل ما احنا تايهين، مش مشكله تعرفوا اسمه يعني، بدل ما احنا تايهين في التقويم كده، احنا نظبط تقويم على حدث معين ونسميه قبله ما قبل الميلاد وبعده بعد اللي هو ميلادي. طب قالوا اهم حدث في التاريخ ايه هو غير حدث ميلاد السيد المسيح؟ فقالوا خلاص يبقى سنه ميلاد السيد المسيح اللي هو اتولد نحددها واحد ميلاديا، وما قبلها يبقى قبل الميلاد وبعدها يبقى ايه؟ ميلادي. تمام؟ اوكي. طب خلاص، طب نحددها امتى؟ قال رجع قعد يدرس في التاريخ الروما، يعني قال تقريبا حددها سنه 754 من تاسيس روما. يبقى هو حدد 754 من تاسيس روما، هو ده سنه واحد ميلاديه. فاهمين؟ تاني هو راح قال الكلام دوت يعني سنه 500 ميلاديا، يعني بعد ما مروا 500 سنه من ميلاد المسيح. انتوا فاهمين؟ حد جه اخترع تاريخ، ده اسمه تاريخ، تاريخ همزه على الالف، بنقرخ
يعني عايز يعمل تاريخ جديد عشان العالم كله يمشي عليه، فهمتوا؟ فقال طب ميلاد المسيح نحدده يبقى واحد ميلاديا، جميل، مقابل ايه؟ مقابل سنة 754 من تأسيس روما. طب جميل، بعد كده بدأوا بقى يحددوا بقى بقية السنين، سنة كذا بقى 2 ميلاديا 3 لغاية ما حسب سنته لقاها سنة 500 أو 500 أو 550 ميلادية. تمام، انتشر الموضوع وكله أخذ التقويم الميلادي، مع طبعا الدولة الرومانية كانت وقسطنطين ما آمن بالمسيحية، فكله أخذ التقويم الإيه؟ الميلادي. العالم كله مشي عليه وبدأ يؤرخ، قبل كده بيبقى قبل الميلاد وبعد كده يبقى إيه؟ ميلادي، خلاص؟ بعد مدة جه في مؤرخ يهودي اسمه يوسيفوس. المؤرخ ده كان بيدرس، يعني ايه مؤرخ يهودي؟ يعني هو واحد دارس حياه اليهود ومتعمق فيها، فوجد ان هيرودس الكبير مات سنه 750 قبل من تاسيس روما، مش 754. وهيرودس الكبير ده المفروض حضر ايه؟ ميلاد المسيح، وهو اللي ذبح اطفال بيت، فازاي هو يموت قبل ما السيد المسيح يتولد؟ فقالوا يبقى اكيد في خطا في الاكتشاف ده، وكأي اكتشاف أو كأي حاجة جديدة حصلت في الخطأ، فقالوا طب هنصلحه ازاي؟ ده الناس كلها حطت التواريخ خلاص. قالوا خلاص يبقى نصلح بس تاريخ ميلاد المسيح بس، بدل ما هيبقى واحد ميلاديا ننزله شوية تحت، أربعة من أربعة لخمسة قبل الميلاد، حاجة زي كده في الوقت ده. طب نبتدي نحدد الشهر، طب إمتى يعني اتولد؟ تقريبا إمتى يعني؟ شهر أربعة ولا خمسة ولا ستة ولا 11 ولا 10؟ قالوا تقريبا، هو قالوا ان هو في وقت شتاء، يعني وقت الجو ساعة، بس ما يبقاش في وقت الشتاء قوي، يبقى قالوا خريف. ليه؟ قالوا عشان الرعاة كانوا بيرعوا الغنم بره، فما ينفعش المنطقة دي منطقة جليدية، منطقة كلها تلوج، فلو ازاي هيطلعوا بالغنم بره؟ فيبقى اكيد ده في الخريف. يبقى تقريبا السيد المسيح اتولد في شهر 11 قبل دخول الشتاء وقبل نزول التلج في المناطق دي. يبقى تقريبا السيد المسيح اتولد في الوقت ده 11 او اوائل 12. فقرسوا على الموضوع ده. طب قالوا بقى احنا عشان نحتفل بعيد ميلاد دوت كده خلصنا مساله السنه. السنه اكتشف خطا، وقالوا بعد كده علشان ما نغيرش كل التواريخ غيروا تاريخ ميلاد المسيح. خلصنا السنه، يبقى كده ليه بنقول ان ميلاد السيد المسيح أربعة قبل الميلاد او خمسة، ايا كان، لسه زي ما قلت لكم محدش متاكد من التاريخ بالظبط. سيد المسيح أصله اتولد في صمت وفي هدوء، فمش حدث اتكتب في التاريخ، لكن احنا بنحاول نوصل منين؟ معلمنا لوقا قال في ساعة سيد المسيح ما اتعمد، قال يوحنا بدأ خدمته في 15 من قيصر تيباريوس. فهو احنا بنرجع للسنين اللي الكتاب المقدس كتبها وبنحاول نوصل للتقريب، بالتقريب يا جماعة، بالتقريب، لكن ما فيش رقم معين أو حدث معين مكتوب بالفعل. طب نرجع بقى ل 25 ديسمبر و7 يناير. دي بقى الاباء قالوا نحتفل بميلاد السيد المسيح ازاي. في مجمع نيقيا سنه 325 ميلاديا تقريبا، قالوا بقى في المجمع احنا نحتفل بعيد ميلاد السيد المسيح 25 ديسمبر اللي هو يوافق 29 كيهك. كان ساعتها كده. ليه؟ قالوا طب اشمعنى اختاروا اليوم ده؟ احنا دلوقتي الكنيسه القبطيه في مصر ماشيه على التقويم القبطي اللي هو 29 كيه، ده تقويم نجمي. فده تقويم ثابت، النجم ده من الفراعنه فما بيتغيرش، ده تقويم ثابت وفعلا ملوش تغيير. التقويم الشمسي اللي ماشيين عليه السنه الميلاديه بيتغير نتيجه ان قلنا السنه كام؟ 365 ويوم وربع، ففي بيبقى في تراكمات، اوكي؟ فقالوا طب احنا نحتفل باليوم ده اشمعنا 25 كيهك؟ 25 ديسمبر اللي هو 29 كيهك. اليوم ده بالذات كان يوم بيحتفلوا بيه في الزمان بعيد ميلاد الشمس، سمينه عيد ميلاد الشمس. ليه؟ كان أطول ليل وأقصر نهار، وفي اليوم ده من الساعة 12 بالليل يبتدي بعد كده النهار يطول كأن الشمس بتتولد والليل يقصر، فهمتوا القصد؟ كيهك دايما الليل بيبقى فيه طويل، ف 29 كيهك فعلا كان موافق 25 ديسمبر، كان موافق كده فعلا. 25 ديسمبر ده كانوا بيحتفلوا، قلت لكم، بعيد ميلاد الشمس، وطبعا السيد المسيح هو شمس البر. فقالوا خلاص احنا هنلغي الاعياد الرومانيه دي بقى ونحتفل بعيد ميلاد السيد المسيح اليوم ده، بما اننا مش قادرين نحدد اليوم، فاحنا هنعتبر اليوم ده هو ميلاد المسيح اللي هو ميلاد الشمس البر. فهو دوت اليوم اللي بيبتدي فيه من بعدها الليل يقل والنور والنهار يزيد، يعني كان الشمس بتتولد. ما
ما هو 29 كان 25 ديسمبر يا ابني، كانوا الاثنين واحد. ما هو اللي حصل بقى، جه بابا جريجوري، البابا جريجوري ده كان جه بايع بعديها بمده كبيره سنه 1800 وحاجه. بعد المده دي بوقت قال يا جماعه انا ملاحظ، هو تقريبا كان عالم كان بيدرس فلك قبل كده، فقال انا ملاحظ ان 25 ديسمبر ما عادش اطول ليل واقصر نهار. طب ازاي؟ فبدا يدرس، اكتشف طبعا ان موضوع ان الشمس بيحصل فيه تراكم، قال لا خلاص انا كده لازم احذف 10 ايام. يعني ايه احذف 10 ايام؟ يعني تقوم تاني يوم بكره كده، بدل ما يبقى مثلا بكره كام 16، النهارده هو 15، لا بكره ازود 10، بكره 25. حذفت 10 ايام من حياتك. والدولة قررت انه بكره يبقى يوم 25، انت هتقدر تقول لا خلاص بكره 25، في 10 ايام اتحذفوا من حياتك. فهم عملوا كده، ونتيجه لان الدوله كانت متابعه الكنيسه فوافقت. كان ايام البابا جريجوري، اسمه التقويم الجريجوري. فالتقويم ده لما حصل، ايه اللي حصل؟ اتحذف 10 ايام. مصر زي ما هي كانت بتحتفل 29 كياك و25 ديسمبر زي ما زلنا. امتى بقى غيرنا؟ لما الانجليز دخلوا مصر سنه 1900 وحاجه، بعد مده كبيره. لما الانجليز دخلوا مصر قالوا لا احنا عشان تمشي مع العالم كله، فراحوا مغيرين التقويم، غيروا التقويم بقى، مشوا على التقويم الجريجوري، بقى التقويم الميلادي ده اتغير لتقويم اسمه جريجوري. فحذف على ممر كان المده دي كلها، بدل ما يحذف 10 ايام حذف 13 يوم. فلو انت وزنت 13 يوم هتلاقي ان دوت بقى 7 يناير. فاصبح فاذا انا بقول لكم القصه دي عشان تعرفوها للمعلومه بس، عشان تبقوا متاكدين ان ولا السيد المسيح اتولد 25 ديسمبر، ولا السيد المسيح اتولد 29 كاك، ده الكنيسه حددته عشان نحتفل بيه. فايا كان دي كلها رموز، لكن حتى الان مش معروف بالظبط السيد المسيح اتولد يوم كام ولا سنه كام. قلت لكم لانه السيد المسيح اتولد في صمت، في هدوء، كانت حياته كلها حياه صامته هادئه. ده احنا بنحاول نربط، بنحاول نعرف من التاريخ، يعني التاريخ يا دوبك بس يثبت لنا مثلا فتوحات سنه كذا، حروب سنه كذا، لكن ما فيش حاجات ما كتبش حدث السيد ميلاد السيد المسيح كان يوم ايه او سنه كام. خلاص متفقين كده؟ في اي سؤال في النقطه دي؟ اتحصل 3 مرات، فهم مش عارفين حصل في انهي مره، هل المره الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه. كان طلب قيصر روما الاكتتاب ده كذا مره برضو من نفس الحاجات، فبيحاولوا يوصلوا بس يعني زي ما قلت لك كده في السن، يعني في كام سنه رينج، لكن مش قادرين نحدد السنه بالظبط ولا اليوم بالظبط، حتى لان يمكن لما يبحثوا اكتر ويمكن نعرف. يبقى كده عرفنا السنه والميلاد، يبقى نخلص بعد كده وصلنا لميلاد يوحنا المعمدان وختان يوحنا المعمدان بقى بيتمم الطقوس كلها اليهوديه. بعد كده اعلان ولاده، بعد ميلاد يوحنا اعلان ولاده المسيح ليوسف. طبعا العذراء رجعت الناصره، فكانت في الشهر الثالث بدا يظهر عليها اعراض الحمل، بدا يوسف يشك فيها، فحصل ايه من الحلم اللي جاله الملاك وقال له ما تقلقش، العذراء في حاله صمت اللي هي متبعه ان الرب يدافع عنكم وانتم صامتون، ما قالتلوش حاجه. والملاك فعلا وضح ليوسف ان الحمل ده من الروح القدس. بعد كده يجي بقى ميلاد السيد المسيح زي ما انا قلت لكم، السنه زي ما قلنا ايا كان واحد مش هتفرق بقى معانا، احنا عرفنا ان في خلق غلط، فحد يقول لك 4 ميلاديا او 5 قبل الميلاد ايا كان، المهم يعني سنه 1 ميلاديا يعني اللي هي كانت المفروض يعني. ميلاد السيد المسيح بعد كده كان في بيت لحم، يبقى احنا كده العذراء مريم اتنقلت من الناصره ووصلت بيت لحم. اللي زاروا السيد المسيح بالفعل في اول يوم ولادته هم مين؟ الرعاه، لان زي ما قلت لكم الرعاه ظهر لهم. بيت لحم هنا ظهر في حته جنبها اسمها بيت صحور حاليا، يعني الكنيسه بتاعه الرعاه حاليا في بيت اسمه بيت صحور. بيت صحور دي حاليا مكان الرعاه، حته جنب بيت لحم كده كام كيلو، فكانوا فعلا بيرعوا فيها وظهر لهم الملاك وراحوا زاروا السيد المسيح في نفس الليله. امال المجوس زاروه امتى؟ بالظبط كده. السيد المسيح بقى زي ما قلت لكم مش معقوله هيفضل قاعد في الحظيره عادي كل ده، لا طبعا لما الاكتتاب خلص والناس روحت السيد المسيح فضل فوق بيت، فضل بيت لحم، وهناك في كنيسه اسمها كنيسه اللبن تقريبا، اللي هي العذراء بيقولوا عليها ان هي كانت بترضع السيد المسيح، يعني نقطه لبن وقعت فمسمين الكنيسه دي كنيسه اللبن بناء عليه. مش عارفه جايبين القصه دي منين هناك، بس هي في كنيسه كده اسمها كده. دليل ان هو اتنقل من بيت ده، دي اكتر حاجه تدلنا هي قريبه من بيت لحم، يعني قدام المغاره قدام ميلاد مكان ميلاد المسيح بالظبط.
ف يعني دليل ان هو راح اتنقل في بيت وقعد في مكان. وعشان كده المجوس لما جه زارهم يقول لك كده وزاروا الصبي، يعني مش الطفل، كان كبر شويه خلاص. فيبقى اذا الصوره يعني او المجازا اللي احنا بنعمله ان هو المزود والمجوز موجودين وبيولدوا بيسجدوا للمسيح مع الحيوانات، دي مجازا قصه كده تحكوها للاطفال، بس مش هي دي الحقيقه اللي حصلت بالظبط خلاص. فيبقى كده بعد زياره الرعاه قلنا ليسوع، بدا السيد المسيح بعد الزياره ختان يسوع. طبعا تم السيد المسيح زي اي طفل يهودي بيتم كل حاجه، الختان في اليوم الثامن طبعا في بيت لحم، وبعد كده اتنقل من بيت لحم بعد 40 يوم وراح زار الهيكل اللي هو لما قابله سمعان الشيخ وشاله، والصلاه اللي احنا بنصليها في صلاه النوم اللي انتوا لسه مصليينها، ف وتعرف عليه في الهيكل مقابله سمعان وحنا النبيه. ده كان في اورشليم، يبقى اتنقل من بيت لحم لاورشليم عشان يروح الهيكل ويقدم شريعه اللي هي الشريعه بتاعه فداء البكر وشريعه الام تطهير الام اللي هو اللي بعد 40 يوم من الولاده. بعد كده معلمنا لوقا في الحالة دي قلنا يكتفي ويقول بعد ما تمم السيد المسيح يقول ورجع إلى الناصرة، لكن هو لسه مرجعش زي ما قلنا احنا، لسه زيارة المجوس وهروبه إلى مصر، نعرفها من إنجيل معلمنا متى. يبقى قلنا بيكملوا بعض، القصة بتكمل بعض، فالهروب إلى مصر وزيارة المجوس، ودي موجودة في إنجيل معلمنا متى، متى الإصحاح الثاني، متى الإصحاح الثاني. بعد كده نسمع عن ان المجوس وصلوا. المجوس دول يا جماعه كانوا جايين بقى مشوار، هو ايه اللي خلى المجوس يوصلوا في سنه ونص او سنتين، من سنه ونص لسنتين؟ النجم ظهر عندهم من ميلاد السيد المسيح بالظبط. بس هم جايين منين؟ جايين منين؟ بصوا ده الشرق، جايين من ايران، تخيلوا هو ايران دلوقتي، فارس اللي هي كانت في ايران اللي هي حاليا ايران، هم جايين من فارس. وطبعا قلت لكم طرق القوافل لها طرق معينه، مش بيمشوا كده يعني ما يعدوش السعوديه، ما ينفعش يعدي في وسط الصحراء في وسط الجبال، لا له طرق معينه، بيمشوا لغايه دمشق كده من سوريا وبعدين ينزل ويمشي من الناصره ويمشي يوصل لغايه الساحل ويفضل ماشي. هو طبيعه الحال لما لقى نجم، وخاصه هما جايين خلي بالكم هنا الشرق صح؟ يعني مش ده الشرق وده الغرب؟ يعني انتوا الاتجاهات في دماغكم ولا لا؟ ده البحر الغربي. طب هما جايين من الشرق للغرب، يعني جايين عكسين، النجم طريقه كده مش غلط، النجم دايما بيمشي من الغرب للشرق، فالنجم ده الوحيد اللي كان ماشي بالعكس، عشان كده كان نجم متغير. لما رجعوا بقى في التاريخ ويدوروا لقوا ان فعلا في السنه دي قرب سنه 4 او سنه 5 قبل الميلاد ايا كان الوقت، فتاكدوا ان فعلا في نجم ظهر، وان في حاله غريبه في السماء حصلت، وان النجم ده مشى عكس اتجاه النجوم تماما. وهم مشوا وراه لغايه ما وصلوا في خلال سنه ونص، كانوا جايين بالجمال، لان طبيعه البلد دي كانوا بيمشوا بالجمال زي ما انتم بتشوفوه كده الصوره. طبعا كانت جايه قافله كبيره، بس هو اتذكر منهم دايما ثلاثه لان هم الثلاث هدايا اللي اتقدموا. وطبعا طبيعه الحال دخلوا على اورشليم على الملك، لانه افتكروا ان اللي مولود ملك، فدخلوا يسالوا. وللاسف الكتبه اللي ما بينهم وما بين بيت لحم حاجه بسيطه كام كيلو، قالوا لهم يعني عندنا نبوه ان المسيح الملك هيتولد في بيت لحم، ما كلفوش خاطرهم يطلع يرجعوا يروحوا معاهم ويشوفوا ايه اللي حصل، والمجوس اللي جايين من اخر الدنيا هم اللي راحوا يقدموا هدايا للسيد المسيح. بعد كده طبعا قتل اطفال بيت لحم، والقصه اللي احنا عارفينها كلها ان هي في متى برضه. وبعد كده العوده من مصر الى الناصره. وبعد كده ما نسمعش حاجه عن حياه السيد المسيح الا قصه واحده. ايه هي؟ قصه ايه؟ 12 سنه وعنده 12. طب اشمعنى؟ ليه الكتاب المقدس او الوحي ليه انفرد دايما بيذكر لنا القصه دي؟ برافو برافو عليك، ابن الشريعة. عندهم من تقليد اليهودي ان الصبي اول ما يتم 12 سنة ينتقل من حياة الطفولة للصبا او الشباب كده زي ما بيقولوا، زائد لازم يكون في حاجتين، يكون اتعلم حرفة معينة فالحرفة دي يشتغل بيها، زائد يكون اتعلم الشريعة ويجي يتكلم مع الكهنة فيسأل، لو نجح يسمى ابن الشريعة، يسمى ابن. طبعا السيد المسيح مش نجح وبس، ده بهتوا من تعليمه واستغربوا وقالوا تعلم فين الكلام ده. طبعا السيد المسيح كان ينمو في ايه؟ في القامة وفي كل حاجة في العلم، يعني كان دايما هو اكبر يعني اكتر واحد يعني ذكي مثلا زي ما نقول كده، هو كان بينمو في القامة فعلا لغاية ما وصل 12 سنة وراح واتم بنجاح الامتحان ده، واسمه سموه ابن الشريعة،
واتنقل من حياه الطفوله الى حياه الصبا، يبقى من حقه اسع بعد كده يخرج ويدخل ويبقى من يشتغل، يعني زي ما يقول كده انتوا عندكم اللي هو سن الشباب خلاص. فعشان كده السن ده اهتم جدا معلمنا له ان هو يذكره، ويذكره ان السيد المسيح اتمه بنجاح، وكمان عشان يذكره يعلم بيها اولادنا ان هو كان خاضع لوالديه اللي كانوا بيربوه، يعني كان برضو بيحبهم واتخضوا عليه. وبنشوف قد ايه القديس يوسف النجار اللي هو بنسميه حارس سر التجسد. ليه بنسميه حارس سر التجسد؟ لان ربنا وضعه عشان يحرس فعلا، او يحرس العذراء مريم، لان لولاه كانت العذراء مريم تم رجمها. العذراء مريم في شريعتهم هي كده بالنسبه لهم لسه ما اتجوزتش، لكن هو لما اراد تخليتها سرا، فعشان كده بنسمي القديس يوسف هو حارس سر التجسد. وبكده بتنتهي طفوله السيد المسيح اللي هي تم بتمام 12 سنه. ويقول الكتاب المقدس كده وصمت الوحي، يعني الوحي صمت عن يذكر اي حاجه عن حياه المسيح. وكان السيد المسيح عايز يقول لنا انا بعايش في صمت، في هدوء، في تواضع. عاش هو كانه نجار القريه. عشان كده بعد كده لما نيجي ندرس في خدمه المسيح ونقول زار الناصره، نقول الناصره اهل الناصره رفضوه. ليه؟ لانه بصوا له بايه؟ بوضعه الاجتماعي، ده نجار القريه، فهم بصوا لوضعه الاجتماعي، ما بصوش لعلمه او لكلامه. فعشان كده السيد المسيح عاش فيها في حاله هدوء الى ان ما تم بقى ايه يبتدي خدمته. ماشي، ندخل كده في خدمه السيد المسيح السنه الاولى. ندخل في السنه الاولى. هو انا باقي معايا وقت قد ايه يا استاذ بشوي؟ في حد عنده سؤال كده في طفوله المسيح او حاجه؟ مش صعبه صح؟ فكل مره تخيلنا ازاي السيد المسيح بيمشي كل دوت من الطريق ده. خدمه السيد المسيح الاول قبل ما اتكلم عنها قدامنا ايه؟ 10. طب نتكلم عن خدمه السيد المسيح على الاقل جزء منها. السيد المسيح في خدمته الاباء حددوا ان خدمته تمت 3 سنين. طب بناء على ايه؟ حد عارف ليه قلنا ان السيد المسيح خدم 3 سنين؟ طب يعني بناء على ايه برضه؟ من انجيل معلمنا يوحنا. انجيل معلمنا يوحنا ذكر ان هو عيد 3 اعياد فصح، والعيد الرابع كان هو فصحنا اللي هو اتصلب فيه. يبقى من احنا قلت لكم قبل كده من عاده اليهود ان هو ايه؟ الحج اللي هو في الاعياد. فكان دايما السيد المسيح بيروح في عيد الفصح ويحضر في اورشليم. فنفس الحكايه دي، عشان كده معلمنا يوحنا هو اللي تم نهتم بحياه السيد المسيح او تعليمه في اورشليم. فهو 3 اعياد حضرهم، والعيد الرابع كان هو فصحنا. ومن خلاله عرفنا ان السيد المسيح خدم 3 سنين وتلت. التلت دولت لان عيد الفصح دايما بيجي في شهر 4 او 5، فاللي هو 3 4 شهور اللي باقيين دول، يبقى 3 سنين وتلت دي خدمه السيد المسيح. طب قد انتوا تشوفوها انها وقت قصير جدا، بس وقت قصير لكن خدمه جباره جدا، خدمه مركزه. كان ما كانش بيقعد فيها، ليس له اين يسند راسه فعلا، ما كانش له مكان يسند فيه راسه، ما كانش بيقعد السيد المسيح في ال3 سنين. يبقى هو فضل لغايه ما تم سن كام بقى؟ هو كبدا خدمته سن كام؟ 30 سنه. برافو، لان دي خدمه اللاوي او الكاهن اللي يبتدي من اللاوي. خدمه الكهنوت في اليهود كان لازم يبتدي من سن 30 سنه، واحنا اخذناها منهم برضو ان الكاهن عشان يترسم لازم تقريبا من سن 30 سنه، يعني ما ينفعش اقل من كده. فيبقى من سن 30 سنه بيبتدي خدمه السيد المسيح، ومن سن 30 بقى نبتدي خدمته. طب بدايات الخدمه، انا داخل اخدم، يبقى اول حاجه هعملها ايه؟ ايه بدايات الحياه المسيحيه؟ المعموديه. بدايه الحياه المسيحية. انت داخل الحياه فلازم يقول لك باب الاسرار ايه هو؟ المعموديه. بالظبط كده. طب قبل ما يجي المعموديه السيد المسيح عايز يهيئ الناس ويهيئ استقباله الناس، فيبعت مين؟ السابق اللي هو مين؟ السابق المعمدان اللي هو يوحنا المعمدان. وقلنا ان يوحنا المعمدان بتبتدي خدمته قبل السيد المسيح تقريبا ب6 شهور. يبتدي خدمه يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان هيخدم فين؟ في اقليم ايه؟ اقليم ايه؟ بيريه. قلت لكم اقليم بيريه ده اسمه في الكتاب المقدس معاكم هو عبر الاردن. الترجمه اللي معانا مش مترجمينه باللغه العربيه، فهو اسمه لما يقول لك السيد المسيح اتنقل الى عبر الاردن يعني اقليم بيريه. خدمه يوحنا المعمدان كانت هنا في اقليم بيريه عند بيت عبره. قلت لكم في بعض برضو الكتب المقدسه المترجمه غير اللي معاكم، احنا معانا ترجمه فندق، في بعض الكتب مسميه بيت عبره ده بيت عينيا. اوكي، بيت عينيا ده غير بيت عينيا ده. في هناك المدن في اكتر من مدينه بنفس الاسم بس في اقليم، يعني مثلا هنا يعني مثلا زي ما محافظه فيها قريه ومحافظه ثانيه فيها قريه نفس الاسم بس مكانين مختلفين.
اوكي. فيبقى هنا السيد المسيح تم عماده هنا في بيت عبره. بيت عبره اللي هو اعتماد يسوع وشهاده يوحنا له هنا. هنا في المره الاولى دي السيد يوحنا بيشهد للسيد المسيح، بيشهد له ان هو لما قال عن السيد المسيح ان هذا هو السيد المسيح لما جه الروح القدس وحل عليه، وشهد يوحنا للسيد المسيح بحلول الروح القدس. وهنا في المعموديه نلاقي المعموديه اتذكرت فين؟ احنا لما بنيجي نتعمد بنتعمد كم غطسه؟ ثلاث مرات باسم الثالوث، صح؟ دايما عشان تبحث عن اي شيء عن المعموديه تجاهل، تبحث في الاصحاح الثالث من كل انجيل ما عدا انجيل مرقس. الاصحاح الثالث في كل انجيل ما عدا انجيل مرقس. انجيل مرقس انا قلت لكم المختصر المفيد، يبقى اول اصحاح. اول اصحاح بدا بيه معموديه المسيح. طب امال عايز تبحث عن اي شيء عن المعموديه او تحضر موضوع عن المعموديه، تبحث في انجيل اصحاح 3، في انجيل لوقا اصحاح 3، في انجيل متى اصحاح 3، في انجيل معلمنا يوحنا. طب انجيل معلمنا يوحنا، انجيل معلمنا يوحنا ذكر مش معموديه بقى السيد المسيح كمان بالجسد، لا، ذكر لقائه مع نيقوديموس واهميه الولاده من الروح، ان مش الولاده بس من الماء، لا، كل ان يدخل ملكوت السماوات ان لم يولد من الماء والروح. معلمنا يوحنا زي ما قلت لكم بيركز دايما شويه على الحاجات اللاهوتيه، فكان بياكد ان المعموديه بالميه مش هي بس الخلاص، لا، لسه في المعموديه اللي بالروح القدس، اللي هي المعموديه بالماء والروح القدس. تمام؟ يبقى كده الاصحاح الثالث في كل بشاره من الاربع اناجيل هو اللي هيكلمك عن المعموديه ما عدا انجيل مرقس الاصحاح الاول. يبقى كده بنتكلم عن معموديه السيد المسيح. بعد معموديه السيد المسيح يتنقل السيد المسيح الى حوالين المنطقه نفسها اللي هي قبل ما يتسن السيد المسيح اتنقل الاول. بعد ما السيد المسيح اتعمد من يوحنا بعد المعموديه على طول هو يبتدي بقى السيد المسيح خلاص داخل الخدمه خلاص. طب يبقى ايه اول حاجه في الخدمه هتقابلكم؟ التجربه. انت دلوقتي حطيت ايدك على الخدمه، معلمنا بقى يسوع بن صراخ يقولها لك كده: يا ابني ان اقبلت الخدمه الرب الاله فاثبت على البر والتقوى واعد نفسك للتجربه. انا مش بخوفكم بس ما تخافوش، بل المسيح علمنا هو يعني انتوا هتبقوا اهو قاعدين قدام تناوي تخدم، فاستعد للتجربه، ما تخافش لان الحل معانا. هو 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 السيد المسيح علمنا ما تخافش، انت داخل تخدم، طب هتعمل ايه؟ اول حاجه تاخد خلوه الاول روحيه اللي هي التجربه على الجبل. السيد المسيح بعد ما يتعمد على طول يتنقل للجبال، جبال يهوذا، ويطلع ويتحصل التجربه على الجبل ويعلمنا فيها ان انت طالما اقبلت على الخدمه، طب انت عايز تغلب الشيطان، هتغلبه بايه؟ بثلاث حاجات: صوم، صلاه، كلمه الكتاب المقدس، اللي هو اللي عمله السيد المسيح في التجربه على الجبل. ان انت ما تخافش، انت داخل تخدم، معلش هتقابلك معوقات، هتقابلك يعني حاجات تضايقك، حاجات تاخرك عن الاجتماع، خلاص عن الخدمه، يحصل في اليوم ده تلاقي مشاكل الدنيا، امتحانات الدنيا كلها جت، فمعلش معلش امسك في المسيح. صوم، الصوم والصلاه وكلمه الكتاب، ما احنا قلنا ماشيين مع المسيح بنتعلم منه، فما تقلقش اذا كنت انت خادم، انت بتتعلم من المسيح وهو قبلك بيعلمك. هو كان محتاج للمعموديه يا اولاد؟ لا، كان قلنا المعموديه دي عمليه تصالح بيننا وبين السمائيين، هو من خلال معموديه المسيح احنا كلنا اخذنا البركه بغطسه المسيح ومعموديته، احنا كلنا اخذنا البركه معاه. نفس الحكايه التجربه، هو السيد المسيح برضو بيعلمنا ازاي لما انت تمشي في تجربه هتكسبها ازاي؟ بالصوم والصلاه وكلمه الكتاب المقدس. بعد كده يبتدي بعد تجربه السيد المسيح اختيار السيد المسيح للتلاميذ. احنا كل ده في السنه الاولى لخدمه السيد المسيح، او لسه في بدايات الخدمه، ما دخلناش حتى لسه السنه الاولى بدايتها، اللي هي يعني معموديه يوحنا المعمدان دي تمت تقريبا شهر 11 برضو او 12، شهر في الوقت الخريف ده، في الوقت شهر 11 دايما بيبتدي كده. فاحنا لسه هندخل السنه الاولى اهي من امتى؟ من اول يناير مثلا ما نحسبها احنا. فيبقى احنا لسه دي كانت في بدايات الخدمه اللي هي تاسيس الخدمه وبدايتها، اول حاجه المعموديه والتجربه على الجبل. هكتفي بغايه كده النهارده عشان تلحقوا تاخدوا بريك، ومن المره الجايه نبتدي نشوف بقى السيد المسيح هيبتدي يكون ازاي الجيش بتاعه اللي هو التلاميذ والرسل علشان يدخل بقى. مش هو دي تجربه على الجبل داخلين في حرب مع ابليس، فاحنا بنجهز نفسنا وبنعد نفسنا ازاي نكمل خدمه السيد المسيح ونمشي معاه خطوه بخطوه. اتفضل.
ايوه بقى هم اول ما بداوا خدمتهم ما تخافش هياخدوا الخلوه، اما يبتدوا خدمتهم لسه هم ماشيين مع المسيح لسه ما تعلموش، لسه هيتم اختيارهم. سيد المسيح هو بدا خلاص اللي هيبتدي الحياه وهيبتدي خدمته، فبيعلمك انت تعمل ايه. الكاهن لما بنرسمه بيحصل ايه؟ 40 يوم في الدير زي ما سيد المسيح صام 40 يوم. بالتلاميذ نفس الحكايه، لسه التلاميذ لما يختارهم ويبتدي هيبتدوا ياخدوا برضه، هو بيعلمنا احنا ان احنا ازاي تبتدي ماشي مع المسيح. حد عنده اي اسئله في اللي انا قلتها؟ تمام كده، والخريطه تمام، اتصالحنا على الخريطه خلاص تمام. تمام، اشكركم.